الاحتياجات او ما تتعلق بوجياتنا اليوم استخدام الاجهزه الالكترونيه الحديثه يؤثر على سلوكنا الاجتماعي. ونحن لم نزل في موقفنا من صف المعارضه بان استخدام الاجهزه الالكترونيه الحديثه لا يؤثر على سلوكنا الاجتماعي بعده من الحجج. اولا مستندا من المنظريه البلو بان السلوك بان الذي يؤثر على سلوك الاجتماعي للاطفال يعني لا تدخل فيه الاجهزه الالكترونيه والذي تدخل الى اثر في سلوك الاجتماعي يعني الاربعه العوامل الخارجيه والداخليه. ونعتقد من هذه النظريه فقصدوا لنا بان الاستخدام الاجهزه الالكترونيه الحديثه لا يؤثر على سلوك الاطفال الاجتماعي. وثانيا نعتقد بان الاجهزه الالكترونيه حاصل من الثقافه وامل نستطيع ان نخطئ حاصل من الثقافه في زماننا الحديث لان الاجهزه الالكترونيه شيء سوف لا مفر منه انه سينعتق وآتق وآتق الى زماننا الحديث ولا يمكننا ان نفر من هذه الاشياء الموجوده في زماننا الحديث. واما الذي يؤثر الى سلوك الاجتماعي يعني شيء اخرى وليس من الثقافه لان الذي يؤثر على الحضاره يعني كيف طريقه لندري هذه الاشياء النفسيه. وثانيا نستند من النظريات البارون وبرين فانهما من اهم في علوم النفس بان الذي يؤثر على سلوك الطفل الاجتماعي يعني شخصيتهم مع عواملهم بمصاحبتهم. واما نحن لا نستطيع ان نخطئ وجود اجهزه الكترونيه لان الخطا ليس تاتي من الاجهزه النفسيه بان تاتي من العوامل والعواطف والبيئه حول هذا الطفل من الوالدين وغيرها من الاشياء. فان نريد على الاخطاء في هذا المشروع فان الخطا ليس في الاجهزه الالكترونيه. وثانيا لان التي تؤثر في تنميه سلوك الطفل فانه عوامل المعروفه وكذلك في البيئه وكذلك الحضاره الموجوده. لذلك نؤكد هنا بان الاجهزه الالكترونيه اهدى من الثقافه واما السلوك الطفل الاجتماعي لا يؤثر من الثقافه لان نعيش في زمننا الحديث الثقافة لا مفر منه لأن الثقافة دائما يتلقى ويتبدل زمانا بعد زمان سنة بعد سنة وقتا بعد وقت. لذلك نرجو من سماعة الحاضرين والحكام أن تقبلوا حججنا لأن تعقيب حكومة من انحراف شديد في هذا المشروع الكريم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.